بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع حضراتكم مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي دلفي. وعلى إيدك اليمين فريق نادي دلفي بزي الأبيض، وعلى إيدك اليسار فريق النادي الأهلي بزي الأحمر أمام حضراتكم. وبكل التوفيق للفريقين. الأهلي متصدر مجموعته برصيد 27 نقطة، أدي الحكم من الدولي محمد زقزوق أمام حضراتكم. ونادي دلفي في المركز الثالث في هذه المجموعة، المجموعة الثانية، برصيد 14 نقطة. وادي الإرسال، إرسال مع النادي دلفي رقم 4 محمد فتح الله. إرسال استقبال من النادي الأهلي، إعداد مرة ثانية، وادي معد الفريق رقم 6 سعيد ممدوح. والنقطة الأولى لنادي دلفي والكرة خارج الملعب، 1 دلفي لا شيء النادي الأهلي. الأهلي طبعا لعب مع دلفي في الدور الأول والأهلي فاز عليه 3-0. هذا اللقاء هو بمثابة يعني نهاية الدور الثاني والدور التمهيدي للمجموعة، لهذه المجموعة. وكل التوفيق لفريق النادي الأهلي. ودي إعداد خلفي وحائط صد، والنقطة الأولى ونقطة التعادل للنادي الأهلي. النادي الأهلي أمام حضراتكم، رقم 14 سيف حسن عابد، رقم 16 محمد عبد المحسن، رقم 17 حمزة حمدي يوسف حمدي الصافي، رقم 6 سعيد ممدوح معد الفريق، عبد الحليم عبو رقم 3 3. وعلى الإرسال رقم 5 محمد عثمان بيلعب إرسال قوي واستقبال وخطأ من عبد الحليم عبو، ومحاولة ولكن خطأ على نادي دلفي. والنقطة رقم 2 للنادي الأهلي، والأهلي متقدم 2 دلفي 1. وعلى إرسال محمد عثمان رقم 5، إرسال من أعلى، استقبال النادي دلفي، استقبال إعداد من المعد الفريق من محمد فتح الله رقم 4 مرة تانية دلفي، وحائط صد من النادي الأهلي، وإعداد ممدوح وبيضرب لكن خارج الملعب من سيف حسن، وتبقى نقطة لنادي دلفي ونقطة التعادل. لسه بنسخن، لسه بنلعب، يلا يا رجالة نبدأ ونتوكل على الله. وطبعا في فارق خبرات وفارق مهارات وفارق فنيات ما بين لعيب النادي الأهلي ولعيب نادي دلفي، ولكن كل التوفيق للفرقتين في أداء المباراة. الإرسال مع نادي دلفي، إرسال من أعلى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، 3 الأهلي 2 دلفي. سيف حسن على الإرسال، سيف هيلعب إرسال، سيف بيلعب في مركز اتنينات طبعا مكان أحمد صلاح، أو في مركز أحمد صلاح. وادي نادي دلفي منتظرين لعب الكرة، وأمام حضراتكم إرسال من أعلى، استقبال إعداد مرة تانية وضرب صحك من رقم 7، ونقطة لنادي دلفي. رقم 7 أحمد إبراهيم محمد، في عندنا 2 أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم محمد رقم 7 وأحمد إبراهيم السيد رقم 17، بس 17 بره وهو واللي موجود داخل الملعب رقم 7. 3 الجميع. الإرسال مع نادي دلفي، استقبال النادي الأهلي، ممدوح بيرفع لحمد الصافي رقم 1، يوسف حمد الصافي، ومحاولة من نادي دلفي إلى أوادي، حائط صد جماعي من سعيد ممدوح وعبد الحليم عبو وحاسف حسن عابد، وبيجيب النقطة الرابعة ويتقدم النادي الأهلي 4-3 دلفي. ويوسف على إرسال، يوسف حمد الصافي أهو، أدي بكرة معادة أهو، وادي الحائط الصد من يوسف حمد الصافي، وبيجيب نقطة. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض، وكل الأمنيات لفريق النادي الأهلي. إحنا بنحسدك بقى، حسبناك الظاهر. النقطة ضايعة من النادي الأهلي، والتعادل والإرسال ضايع، إرسال هنا وإرسال هنا، يبقى 4-4. والإرسال مع نادي دلفي، صافرة الكابتن محمد زقزوق، استقبال إعداد من ممدوح، وبيلعبها كده بليسنج عشان يجيب منها نقطة. النقطة الخامسة للنادي الأهلي، 5 الأهلي 4 لدلفي، اهي كرة معادة اهي. وادي بص لعبها بليسنج، دائما البريسنج دون بيلعبه المعد، لما يكون طالع يعد ويلاقي حاجة فاضية، يلاقي اللاعب مشغول بيلعب عليه الكرة ويجيب منها نقطة. خارج الملعب يا عبد الحليم يعبه، 5 التعادل، 5 دلفي 5 الأهلي، ناشين نقطة نقطة لحد دلوقتي. عايزين نفرق، عايزين نلعب، عايزين ناخد الشوط الأول عشان يبقى دفع للشوط الثاني.
ونقدر نخلص المباراة إن شاء الله. نقطة ودي التقدم لنادي ديلفي، 6-5 النادي الأهلي. وأمام حضراتكم لاعب ديلفي رقم 7 أحمد إبراهيم محمد، يلعب إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي، حمدي الصافي يوسف حمدي الصافي، واستقبال مرة تانية من محمد رضا، إعداد سعيد وضربة ساحقة، وفي ليبرو محمد رمضان بيدافع عن الملعب وبيلعب الكرة لرقم 17 حمزة حمدي الصافي، الأخوين حمزة ويوسف حمدي الصافي الاثنين بيلعبوا في المباراة. 17 هو طالع وبيضرب من مركز 4، ويوسف برضو مركز 4، الاثنين 4، واحد مواليد 19 سنة والتاني بيلعب في الفريق الأول. في اعتراض من الكابتن قصراوي المدير الفني لنادي ديلفي على قرار معين، والنقطة التعادل 6-6 والإرسال مع سعيد ممدوح معد النادي الأهلي، وإرسال واضح كده إن الكابتن المدير الفني الأسباني فرناندو بنتيز بيلعب إيه أو بيشرك كل اللعيبة الصغيرين، يعني كل في الملعب دول كلهم صغيرين، يعني في بدلهم البتوع الكبار، يعني مثلا في عبد الله عبد السلام وفي حسام يوسف معدين، لكن المعد اللي موجود هنا سعيد ممدوح. في مركز 4 عندك يوسف حمدي الصافي وحمزه حمدي الصافي، بنلاقي احمد صلاح بيلعب في 2 وبيلعب في 4، ومحمد عصران مثلا وعبد الرحمن الحسيني، فهو بيجرب، واحمد عزب، كل دول بيجرب اللعيبه. ادي جماهير النادي الاهلي اللي سعيده وفرحانه بالوقتي الاهلي ديلفي 6 الاهلي 7 والارسال مع النادي ديلفي، ومضربه ساحقه من سيف حسن وبيجيب نقطه التقدم، نقطه 8 الاهلي 6 ديلفي. اهو سيف حسن طالع وبيضرب جامد وبيجيب الكوره او بيضرب الكوره في المكان الفاضي. الارسال مع حمزه حمدي الصافي رقم 17، 8 الاهلي 6 ديلفي. الارسال من اعلى مع الوزن، الصافي بيضيع الكوره، زعلان طبعا المدير الفني الاسباني ان الارسال زي ده يضيع، يعني الارسال بنقطه، يعني لو جاب ايس يبقى نقطه، لو ما جابش بيصعب دفاع المنافس على اساس ان يقدر الفريق المرسل يستعد ويستقبل الكرة ويجيب نقطة مرة. خطأ اهو من سعيد ممدوح رقم 6 معد النادي الاهلي، والنقطة التامنة والتعادل لديلفي 8-8، والارسال مع النادي ديلفي رقم 4 محمد فتح الله هيلعب ارسال من اعلى، ارسال محمد فتح الله استقبال النادي الاهلي حمزة محمد رمضان، وبيعدي يوسف حمدي الصافي، استقبال مرة تانية ديلفي وحائط صد في تاتش بلوك على النادي الأهلي، وتقدم نادي ديلفي 9-8. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة، كلها حاجات صغيرة، وناخد التعادل ونتقدم ويبقى في فارق لصالحنا. وقت مستقطع طلبه الكابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الأسباني للنادي الأهلي ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني، اهو امام حضراتكم ادي النادي الاهلي جهاز الفني معاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني، بعد الاخطاء اللي وقع فيها اللعيبه سواء في الدفاع او في الارسال او في التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب او في الاعداد. انتهى الوقت المستقطع اللي هو مدته 30 ثانيه، وده الاول لنادي الاهلي، والإرسال مع نادي ديلفي 9 8 النادي الأهلي. زقزوق الحكم الدولي بيشاور أو بيدي الإشارة للإرسال لرقم 4 محمد فتح الله. فتح الله هيلعب إرسال من أعلى، استقبال من النادي الأهلي حمزة يوسف، وضربة ساحقة من النادي الأهلي محمد عثمان في بيلعب في مركز 3 وبيجيب نقطة سريعة، ضرب سريع بقى، بص ضرب سريع أهو من المعد ممدوح سعد، ممدوح سعيد ممدوح، وبيجيب النقطة التاسعة ونقطة التعادل. معلش إذا كنا ساعات بنغلط في الأسماء، لسه ما حفظناش الأسماء،
محمد عثمان على ارسال رقم 5 يلعب ارسال من اعلى مع الواز باستقبال وحش طبعا من نادي ديلفي. الاعداد طبعا اكيد مش هيبقى كويس، وادي اعداد النادي الاهلي وضربه ساحقه من سيف عابد مره تانية. الديلفي بيصلح وبيجيب نقطه التقدم 10 ديلفي 9 النادي الاهلي. الشوط الاول مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشات قنوات النادي الاهلي ويستمتع بمباراه الكره الطايره الاهلي وديلفي. وادي تحيه كده مع الليبرو ومع اللاعب المنطقه الاماميه في نادي ديلفي بيسلموا على بعض. وادي مره ثانيه الصافي وحقت الصد تبقى خارج الملعب ونقطه التعادل 10 10. قلنا الجيم ده ماشي نقطه نقطه. اما نشوف حضراتكم اهو حقت الصد والكره خارج الملعب خارج الملعب، بيسيبها سيف حسن وتبقى خارج الملعب. سيف حسن على الارسال 10 الاهلي 10 ديلفي، والارسال مع سيف حسن استقبال من اعلى اعداد مره ثانيه ومحاوله ضرب ساحق ودفاع عن الملعب بيطلع محمد رمضان وضربه ساحقه حائط صد خارج الملعب من نادي ديلفي، والنقطه 11 للنادي الاهلي 11 الاهلي 10 ديلفي. والارسال مع النادي الاهلي اهو حسن طالع سيف حسن طالع وحائط الصد بتبقى خارج الملعب. الارسال مع سيف حسن لاعب رقم 14 من الاهلي هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن ارسال قوي استقبال اعداد من نادي ديلفي ومره ثانيه بيلعب فوق حائط الصد وبيجري عليها او بيحاول عليها يوسف حمدي الصافي ولكن ما لحقهاش لحقها بالعافيه ونقطه التعادل لنادي ديلفي. الارسال مره ثانيه مع نادي ديلفي اهي بص اهي في الاعاده افاده شفنا يعني طبعا اكيد المدير الفني لما يجي يقعد بعد الماتش ويشوف الاخطاء دي اكيد بيصلح واكيد بيدي تعليماته لتصليح الاخطاء. استقبال النادي الاهلي اعداد سعيد من سريع من عبد الحليم عبو رقم 3 اللي بيجيب دار كره سريعه من مركز 3 اهو طالع اهو سعيد بيعدله سعيد ممدوح معد الفريق وبيجيب نقطه رقم 12. الاهلي 12 11 ديلفي ولا الارسال يوسف حمدي الصافي رقم 1 هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن. خلي بالك يا يوسف خارج الملعب يا يوسف لازم نخلي بالنا من الارسالات لما نلعبه قوي يبقى نهد شويه ما نديش الباور او ما نديش القوه العظمى عشان ما يخرجش بره. ارسال من نادي ديلفي والتعادل 12 12 استقبال من اعلى واعداد من سعيد ممدوح وضربة ساحقة من 17 حمزة مرة تانية حمزة في مركز 4 وبيشوط الكورة خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. حمزة حمدي الصافي بيجيب نقطة من ضربة ساحقة من مركز 4 في الإعادة اهو طالع ترجع مرة تانية هترجع مرة تانية اهي اهي أمام حضراتكم وبتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. عبد الحليم عبو من كبار النادي الاهلي من لاعبي كبار لاعبي النادي الاهلي اهو بيلعب ارسال تكتيكي خلف الشبكه اعداد ومحاوله من نادي ديلفي ولكن خارج الملعب بطرف الاصابع وكده زدنا نقطتين او فرقنا نقطتين خلاص كده في فارق بين صالح النادي الاهلي 14 الاهلي 14 ديلفي 12 اهي خارج الملعب والنقطه 14. ورايع على الارسال عبد الحليم عبو رقم 3 بيلعب ارسال برضه نفس الارسال اهو ولعبه كده المعد محمد فتح الله بيلعب الكره صوابع مره ثانيه وبيحاول النادي الاهلي وبيشوط سيف حسن مره ثانيه ضربه بالذراع الايسر من رقم 14 من نادي ديلفي احمد ياسر بتيجي في الشبكه ونقطه للنادي الاهلي النقطه 15 15 الاهلي 12 ديلفي. وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد كسراوي يبقى هنا هنا وقت مستقطع وهنا وقت مستقطع كابتن احمد كسراوي المدير الفني لنادي ديلفي. وادي النادي الاهلي فرناندو بنتيز طبعا اكيد تعليماته اهو بيدي تعليماته للعيبه. والنقطة 15 تقدم الأهلي في الشوط الأول مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي ديلفي في الجولة 10 والختامية للدور الثاني
في الموسم 2023 2024 لكرة الطايرة رجال ممتاز ألف. الأهلي كده هيبقى لعب 10 مباريات، 5 في الموسم أو الدور الأول، 5 في الدور الثاني، هيبقى دي المباراة 10. إرسال من أعلى عبو إعداد ومحاولة، ولكن في كده ما بين عب وما بين يوسف حمد الصافي، والكرة تبقى خارج الملعب ونقطة لصالح نادي دينفر. كانت في ايد الصافي وخرجت خارج الملعب. النقطة رقم 13 لديلفي، ديلفي والاهلي، والاهلي 15. سعيد بيضرب محمد عثمان ومحاولة، والمباراة سجال ما بين الفريقين. بدأت الكرات تزداد والوقت يزيد، وفي خطأ، كرتين ملعوبة من النادي الاهلي، ونقطة التعادل. نقطة 14، سوري 14 ديلفي، 15 الاهلي، وإرسال من أعلى بيجي في الشبكة، والنقطة 16 الأهلي، 14 ديلفي. الإرسال مع النادي الأهلي، سعيد ممدوح رقم 6 معد الفريق، 16 الأهلي، 14 ديلفي، وإرسال من أعلى بيجي في الشبكة، ونقطة للنادي الأهلي. تيجي في الشبكة وتنزل كده بتبقى نقطة للنادي الأهلي، إيس يعني، ولكن هي جت في الشبكة، نقطة للنادي الأهلي. النقطة 17، هيلعب تاني الإرسال أكيد بنفس النمطية أو بنفس الطريقة عشان ياخد نقطة تانية. سعيد معد النادي الأهلي، هيلعب سعيد أهو خارج الملعب. يا سعيد مرة تسيب ومرة تخيب بقى، معلش المرة دي يا سعيد. 17-15 والإرسال مع النادي ديلفي، ديلفي على الإرسال، تعليمات الكابتن كسراوي أهي وإمام حضراتكم. إرسال من أعلى، استقبال نادي الاهلي واعداد، ومحاوله مره ثانيه لنقطه للنادي الاهلي، نقطه لديلفي، خطا شبكه على النادي الاهلي. الارسال من اعلى ديلفي، استقبال اعداد من سعيد، ضربه ساحقه من حمزه، ونقطه للنادي الاهلي. النقطة رقم 18، ويتقدم النادي الأهلي 18-16 ديلفي. هيعمل تغيير كده، حمدي حمزة الصافي خارج، ونزل لاعب من النادي الأهلي، أقول لحضراتكم أهو رقم 8 محمد الحسيني، عبد الرحمن الحسيني، سوري محمد عبد الرحمن الحسيني رقم 8، أو بيلعب إرسال قوي، استقبال ومحاولة مرة تانية، حائط صد كده فردي مع سيف عابد، وبيجيب نقطة 17 لديلفي. الإرسال مع نادي ديلفي، أهي ضربة ساحقة قوية، أهي أهي أهي، بص جت في إيد محمد عثمان ونزلت ملعب الأهلي. الإرسال مع رقم 4 محمد فتح الله معد نادي ديلفي، ولا تيجي في الشبكة، والنقطة 19. 19 الأهلي، 17 لديلفي. الشوط الأول مباراة الكرة الطايرة في الجولة العشرة، الدور الثاني، موسم 2023-2024 للكرة الطايرة الممتاز رجال. إعداد ديلفي ومحاولة، ضربة ساحقة ودفاع عن الملعب، ولكن ما يلحقهاش يوسف الصافي، وتبقى خارج الملعب، ونقطة لنادي ديلفي، النقطة 18. أصبح الفارق نقطة واحدة. الارسال مع النادي مع نادي ديلفي، على الارسال اهو امام حضراتكم، ارسال من اعلى وبيجي في الشبكه، ونقطه 20 للاهلي، 20 للاهلي، 18 ديلفي. الإرسال مع سيف حسن، هيلعب إرسال من أعلى، بيلعب إرسال قوي، استقبال، بيرجع ملعب النادي الأهلي مرة تانية. سعيد وبيضرب يوسف حمدي الصافي، ولكن في دفاع قوي بالنادي ديلفي مرة تانية، يوسف بيضرب وبيجيب نقطة، فعلا بيجيب النقطة يوسف حمدي الصافي، أهو بيضرب من مركز 4 وبيجيب النقطة 21. بص طالع من إعداد سعيد وبيضرب أهو، وبيجيب نقطة يعني ولا هي ولا أحسن، وتسلم إيديك يا يوسف،
يعني بيحفز نفسه او بالنقطه. وادي الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه كابتن كسراوي، والنتيجه تقدم النادي الاهلي 21-19 ديلفي. الارسال، ادي جماهير النادي الاهلي سامعين طبعا بيشجعوا فريقهم. والارسال مع النادي الاهلي 21 الاهلي ديلفي 19 سيف عابد على الارسال. ارسال من اعلى مع الوزن من سيف وبيضيع الارسال سيف. ارسال مع نادي ديلفي والنتيجة 20 ديلفي 21 الاهلي. استقبال اعداد مسعيد بيلعب ليوسف حمدي الصافي. يا ولد يا يوسف، يا برافو يا يوسف، تسلم ايديك بصراحة. ضربة ساحقة ماحقة قوية لا تصد ولا ترد، وبيجيب النقطة 22. ادي دي في خطأ كده من لاعبي النادي الاهلي، والنقطه 21-21. ارسال من نادي ديلفي رقم 20 بيلعب يوسف اسامه. استقبال النادي الاهلي، اعداد سيف حسن بيلعب الكوره، سيف حسن عابد وبيضرب كده من مركز 2 وبيجيب النقطه 22. في تغيير اهو، حمزه يوسف الصافي وحسام يوسف الاثنين، هيخرج عبد الرحمن الحسيني رقم 8 وسعيد ممدوح معد الفريق رقم 6، ونزل حسام يوسف المعد الثاني مع عبد الله عبد السلام، وطبعا لازم يكون في 3 معدين على الاقل. والارسال مع النادي الاهلي، يوسف حمدي الصافي على الارسال اهو. يوسف هيلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى، استقبال النادي ديلفي واعداد ومحاوله وحائط صد تاتش بلوك، وتبقى نقطة على النادي الأهلي، والنتيجة 22 الأهلي 22 ديلفي. أهو طالع في الإعادة أهي، طالع وضارب وجت في إيد حسام يوسف وتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي ديلفي. 22 ديلفي 22 الأهلي، والإرسال مع النادي ديلفي. إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، إعداد حسام يوسف وضربة ساحقة من حمزة يوسف حمزة الصافي وبيجيب منها النقطة 23. تغيير للنادي الأهلي، عصران نازل أهو بقى عشان يخلص بقى. عصران نازل أهو، محمد عصران هينزل، ونزل فعلا مكان يوسف. مكان مين هنقول لحضراتكم دلوقتي؟ محمد عصران طبعا لاعب مهاجم وبيلعب في مركز اربعات، وهيلعب الارسال، ومنزل مكانه عبد الحليم عبو اللي هو بيلعب في مركز ثلاثات. يلعب ارسال من اعلى محمد عصران، ضربه قويه وارسال قوي ومحاوله، ونقطه لنادي ديلفي، نقطه التعادل. نخلي بالنا بقى يا جماعه شويه، نخلي بالنا، احنا كنا فارقين 3 نقط او نقطتين على الاقل. النقطتين دول حساسين قوي. ادي محاوله مره ثانيه وضارب محمد عثمان من مركز 3 وبيجيب النقطه 24. 24 الاهلي 23 نادي ديلفي. اهو طالع محمد عثمان، هو بياخد الارتقاء وبيطلع وبيوسب وبيضرب من اعلى نقطه، وبتيجي في حائط الصد وتنزل ملعب ديلفي، والنقطه 24. يلا يا حسام، حسام يوسف على ارسال رقم 12، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد، يلا هي دي يا اولاد، يلا هي فعلا النقطه 25، وينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 25-23 في مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي ونادي ديلفي. وفاصل ونعود للشوط الثاني ونعود لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مرة تانية من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي وديلفي في الجولة 10 من موسم
أو الدور الثاني والجولة الأخيرة في الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة الموسم 2023 و2024، ويعتبر دور تمهيدي إن شاء الله هيكون هنختار من كل مجموعة ثلاث فرق الأولانيين من كل مجموعة عشان يصعدوا للمجموعات أو الدور الثاني، ويتم تكوين مجموعتين كل مجموعة ست فرق، وهنلعب دوري من دور من دورين رايح جاي، وهنلعب وهناخد الأول والثاني والثالث والأول والثاني من كل مجموعة، ونكون من واحد لثمانية، وهيبقى في ترتيب أو في لعب بطريقة تانية اللي هي بلاي أوف، يبقى من واحد لأربعة وبعدين من خمسة لثمانية بعد ما نلعب الأدوار الدور الثاني. على إيدك اليمين نادي الأهلي بزيه الأحمر، أعتقد نفس التشكيل، عبد الحليم عبو، حسام يوسف ولا سعيد ممدوح، هنشوف رقم 17 من النادي الأهلي حمزة حمد الصافي رقم 17، واحد يوسف حمدي الصافي، محمد عثمان ونبرو محمد رمضان، ولاعب حسن سيف عابد رقم 14، ورقم 6 سعيد ممدوح معد الفريق. ده تشكيل النادي الأهلي، والنقطة الأولى للنادي الأهلي، وحمزة حمد الصافي على الإرسال رقم 17، وبيلعب تحت 19 سنة أصلا في النادي الأهلي، مصعدينه يلعب في النادي الفريق الأول بقيادة الأسباني الفرناندو بنتيز، ومحاولة من النادي الأهلي للدفاع عن الملعب اهي أمام حضراتكم، وحقق الصد من محمد عثمان من مركز 3 وبيجيب النقطة رقم 2. 2 الأهلي لشيء ديلفي. بداية بقى الشوط الثاني مختلف عن الشوط الأولاني، لأن أنا شايف في كده بعد الشوط بعد نهاية الشوط الأول في أكيد الشوط الثاني بيبقى ليه مذاق ثاني خالص غير الشوط الأول. إرسال من أعلى حمزة الصافي وإرسال خارج الملعب يا حمزة، والنقطة الأولى النادي ديلفي، واحد ديلفي 2 الأهلي. نشوف تشكيل نادي ديلفي، على إيدك اليسار رقم 22 محمد زهران اللي هو ليبرو الفريق، رقم 4 محمد فتح الله معد الفريق، وهقول لحضراتكم بقية التشكيل بتاع نادي ديلفي. بيجي في الشبكة رقم 20 يوسف أسامة، رقم 13 مصطفى رمضان، والإرسال مع النادي الأهلي، وثلاثة الأهلي واحد ديلفي، محمد عثمان على الإرسال رقم 5، يلا يا عثمان، استقبال خارج الملعب يا عثمان، محدش عدى، محدش احسن من حد، يعني هم ضيعوا ارسال واحنا ضيعنا ارسال، ورقم 14 من نادي ديلفي احمد ياسر، ده تشكيل نادي ديلفي اللي قلت لحضراتكم عليه، وادي فرناندو بنتيز المدير الفني للنادي الاهلي الاسباني، استقبال النادي الاهلي عبد الحليم عبو، يوسف بيلعب الكره سوا بيعدي الملعب مره ثانيه، اعداد خلفي ومحاوله من النادي الاهلي من سعيد ممدوح، ومحاوله ثانيه من النادي الاهلي اهو سعيد ثاني، اعداد وحمد الصافي يوسف حمد الصافي، دفاع عن الملعب من نادي ديلفي، بدا الملعب بقى يسخن والكره الطول شويه، اهو سجال ما بين الفريقين، ومحاوله كده ودفاع، ادي اللي بقول عليه تغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب، يا يلا يا حمزه يا صافي، النقطة الثالثة لنادي ديلفي 3-3، 3 الأهلي 3 ديلفي، أهي بص طالع، نخلي بالنا المفروض إن أنا طالع أغطي، حمزة يطلع يغطي على إيه؟ عليه هو على الضارب اللي طلع اللي هو سيف اللي هو سيف عابد، إرسال من نادي ديلفي، استقبال حمزة الصافي، إعداد سعيد، ضربة ساحقة من عبد الحليم عبو، في خطأ كده على نادي ديلفي، كرة محمولة أو كرة، والإرسال مع النادي الأهلي، والنتيجة 4 الأهلي 3 ديلفي، أهو أمام حضراتكم أهو في خطأ على نادي ديلفي كرة مزدوجة، إرسال من النادي الأهلي، استقبال ديلفي، إعداد ومحاولة من النادي الأهلي، وحائط صد من عبد الحليم عبو فردي مرة تانية، دفاع عن الملعب يوسف حمدي الصافي، وضربة ساحقة من يوسف جات في وش لاعب رقم 13 من ديلفي، ورجعت ملعب الاهلي، واتحسبت كره مزدوجه على النادي الاهلي. الارسال مع النادي ديلفي، والنتيجه التعادل 4-4، اهي بص جت فيه ورجعت ومشيت، اتحسبت ولكن في خطا على النادي الاهلي،
رقم 20 على الارسال من نادي دلفي يوسف اسامه. استقبال الاهلي حمزه، اعداد وسريع من عبد الحليم عبو يا ولد، وبيجيب نقطه كده النقطه الخامسه. يلا يا عبو على الارسال يوسف حمدي الصافي. كابتن كسراوي بيتكلم مع كابتن اسامه الحكم الثاني، في بعض الاعتراضات بسيطه على الكره اللي عدت. يوسف حمدي الصافي رقم واحد هيلعب من اعلى، استقبال خارج الملعب يا يوسف. قلنا اما يكون في كره ارسال قوي نهدي القوه شويه عشان يروح ملعب المنافس. التعادل 5 دلفي 5 الاهلي، والارسال مع دلفي رقم 4. ارسال استقبال الاهلي، اعداد سعيد، ضربه ساحقه من حمزه يوسف، وبيجيب النقطة رقم 6. أهو بص إعداد من مركز 2 لمركز 4 هناك، وشاط حمزة يوسف حمدي الصافي وبيجيب النقطة الستة. عبد الحليم عبو إرسال من أعلى، استقبال إعداد من رقم 22 وضربة ساحقة وخارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. 7 الأهلي 5 دلفي. أهو أمام حضراتكم في الإعادة بيلعب رقم 14 من نادي دلفي احمد ياسر، وبيضرب بذراعه الايسر ولكن بتبقى خارج الملعب. 7 الاهلي، الارسال مع عبد الحليم عبو، استقبال اعداد من 22 ليبرو محمد زهران، وحائط صد جماعي من الاهلي من محمد عثمان وسعيد ممدوح وحمزه الصافي، والنقطه التامه. 8-5 الاهلي متقدم بفارق 3 نقاط. اهو 3 لعيبه طالعين اهو، حمزه ومحمد عثمان والمعد سعيد ممدوح. استقبال حمزه، بيلعب الكره يا ولد، يا حمزه يا ولد بيلعب الكره كده بهدوء ويعني برزانه، وبيجيب منها النقطه التاسعه. 9 الاهلي 5 لدلفي. ابص بص طالع ازاي، طالع وضارب وعارف الكره راحه فين، عارف الكورة راحة فين. عبد الحليم عبو هيلعب إرسال من أعلى، عبو استقبال إعداد من فتح الله ومحاولة من حائط الصد الأهلاوي مرة تانية، سيف بتيجي في حائط الصد وبتبقى نقطة للنادي الأهلي، النقطة العشرة، دبل سكور 10 الأهلي 5 دلفي. أهي بص سيف عدله سعيد خلفي وطلع جت في حائط الصد ونزلت ملعب دلفي والنقطة العشرة. 10 الأهلي 5 دلفي. وأدي وقت مستقطع أكيد طلبه الكابتن كسراوي المدير الفني لنادي دلفي، دبل سكور 10. وأدي كابتن دلفي، أدي كابتن دلفي المدير الفني كابتن كسراوي، ومعاه جهاز المعاون ولاعيبة، وطبعًا أدي النادي الأهلي فرناندو الإسباني فرناندو بنتيز ومحمد الحسيني ومحمد السيد لتصحيح الاخطاء. هل يرسل مع النادي الاهلي؟ على ايدك اليمين النادي الاهلي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي. الاهلي مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي ودلفي في الدوري الكره الطايره الممتاز الف رجال، الجوله العشره والاخيره في الدور التمهيدي موسم 2023/2024. عبو على الارسال، عبو بيلعب ارسال قوي، استقبال مره ثانيه سعيد وضربه سريعه من محمد عثمان، بس بمجهود كده، حتى مش بمجهود كبير يعني، هو لعبها وبالراحه وبتأني وجاب منها النقطه 11. اهو طالع بص طالع وضارب وبيديها حقها في الضرب، جاب منها نقطه. عبد الحليم عبو على الارسال، 11 الاهلي 5 دلفي، استقبال اعداد محاولة مرة تانية وحائط صد ناجح من النادي الاهلي سعيد ممدوح ومحمد عثمان، في تفاهم كده وفي ثنائيات طالعة في اللعيبة الجداد، زي ما في ثنائيات عندنا ما بين احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، في تغيير كده في نادي دلفي، خرج رقم 7 اللي هو احمد ابراهيم، والنتيجة أمام حضراتكم تقدم النادي الأهلي 12-5 دلفي. الإرسال مع عبد الحليم عبو، استقبال إعداد ضربة ساحقة من رقم 10 اللي لسه نازل
دلوقتي اللي هو احمد ابراهيم السيد وبيجيب نقطه اهو طالع وهو اهو رقم 10 اهو ضارب من ومعدي حائط الصد ولكن هي جت تاتش بلوك ونقطه للنادي دلفي. رقم 10 الرساله لسه نازل سعيد احمد ابراهيم السيد. استقبال النادي الاهلي اهو اعداد سعيد حمزه بيلعب الكوره ولكن في دفاع من نادي دلفي ونقطه كده تاتش بلوك من لعيبه الاهلي والنقطه السابعه. سبعه الاهلي 12 سبعه دلفي 12 الاهلي وعلى الارسال احمد ابراهيم رقم 10 من نادي دلفي. ارسال من اعلى استقبال حمزه اعداد سريع من محمد عثمان اهو ده دويتو طالع جديد او ثنائي طالع جديد سعيد ممدوح المعد رقم 6 ومحمد عثمان لاعب رقم 5 وبيلعب في مركز 3 بيلعب سريع. ارسال من اعلى النادي الاهلي سعيد تيجي في الشبكه وبتعدي ومره ثانيه ولكن ضربه ساحقه قويه من فريق نادي دلفي ولكن خارج الملعب والنقطة 13. 13 الأهلي 7 دلفي الفارق وصل 5 نقاط أهو. وعلى الإرسال سعيد ممدوح رقم 6 هيلعب إرسال 14 7 دبل سكور برضو. إس إس إس, إس نقطة جاية على الخط جاية على الخط ونقطة للنادي الأهلي النقطة 15 أهو ضارب سعيد ارسال قوي بص اهي جوه الملعب جوه الملعب النقطة 15 سعيد ممدوح على الارسال رقم 6 15 الاهلي 7 دلفي ارسال من اعلى استقبال اعداد محمد بلقاء فتح الله ومحاولة مرة ثانية مطالع حسن سيف عابد وبيجي تيجي في حائط الصد تبقى نقطة لنادي دلفي النقطة الثامنة 8 دلفي 15 الاهلي اهو حائط صد وبتيجي تنزل ملعب النادي الاهلي. الارسال مع نادي دلفي رقم 21 على الارسال سامح حسني اعتقد في تغيير كده رقم 20 خارج وداخل رقم 3 رقم 3 اللي هو احمد رضا و20 اللي هو يوسف اسامه. 3 ده اللي هو مواليد تحت 17 سنه. ارسال من نادي دلفي والنتيجة 8 دلفي 15 الأهلي استقبال سعيد وحمزة طالع حائط صد خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 16 16 الأهلي 8 دلفي دبل سكور أهو طالع وحمزة حمدي الصافي بتيجي في حائط الصد تبقى خارج الملعب أو طالع على الإرسال حمزة ارسال من اعلى استقبال خارج الملعب يا حمزه حمزه ويوسف بيلعبوا ارسال قوي قوي يعني فنهدي شويه نهدي الارسال شويه نفس التغيير او تغيير تاني اهو رقم واحد نزل من نادي دلفي واحد اللي هو ياسين فتح الله ده مواليد 19 سنه هيلعب الارسال ياسين جت في الشبكة والنقطة للنادي الأهلي النقطة 17 في حوار جانبي كده أهو في الملعب ما بين سعيد ممدوح وما بين سيف عابد تنسيق وتفاهم على لأن طبعا هو المعد المعد سعيد ممدوح هو اللي بيوزع اللعب للعيبة المنطقة الهجومية والمنطقة الأمامية سواء إعداد خلفي أو إعداد أمامي أو إعداد من مركز 2 لمركز 4 أو من المنطقة الخلفية إلى المنطقة الأمامية. والنقطة 18 للأهلي والإرسال مع النادي الأهلي. هنشوف دي رايحة فين. خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي والإرسال مع الأهلي. حليم عبو 18 9 ومحاولة وتيجي في ايد محمد عثمان لا في ايد سعيد ممدوح وبتبقى خارج الملعب ونقطه على النادي الاهلي النقطه العشرة 10 للفي 18 الاهلي فارق 8 نقاط يعني متهيألي غير الشوط الاولاني الشوط الاولاني كان ماشي نقطه نقطه لحد
ما وصلنا ل 23 25 23 بفوز الاهلي. اعداد سعيد ومحاوله من الصافي ومحاوله مره ثانيه اهو حائط صد عب وسيف مره ثانيه وحائط صد مره ثانيه بيبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 19 وتغييرين اهم بتوع الاهلي عصران وحسام يوسف هيبقى مكان سعيد ممدوح اهو ومكان اعتقد مين يا رب سيف عابد ولا مين هنشوف اهو التغييرات اهي امام حضراتكم اهو نزل محمد عصران ونزل حسام يوسف زي ما انا قلت لحضراتكم مكان سعيد ممدوح اللي هو المعد حسام يوسف يلعب ارسال من اعلى مع البواز اهو ومكان سيف عابد اللي هو رقم 14 محاوله وحائط صد كده ناجح ونقطه للنادي الاهلي النقطه ال 20 وصلنا النقطه ال 20 بقى يبقى خلاص كده ان شاء الله هنعدي الشوط ده باذن الله ونخلص منه اهو اهو حائط صد ناجح يعني 100% اهو حائط صد زوجي عبد الحليم عب وعصران ويوسف حمدي الصافي والنقطه 20 والوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن فرناندو ومتقدم 20 10 يعني دبل سكور اهو بيراجع الاخطاء هو والحسيني ومحمد السيد انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه اهو بيشاور الحكم الثاني على نزول او كل واحد في مكانه في الملعب عشان الحكم الاول يعطي اشاره الارسال ارسال من حسام يوسف حسام يوسف اهو بيلعب ارسال قوي استقبال ديلفي واعداد وحائط صد فردي من يوسف حمدي الصافي وبيجيب النقطه 21 21 الاهلي 10 ديلفي قلت لحضراتكم ان الاهلي وصل للنقطه 20 خلاص كده هيبقى فاضل اربع نقاط على نهايه الشوط الثاني اهو حمدي الصافي اهو طالع يوسف حمدي الصافي على الارسال حسام يوسف ما زال على الارسال ارسال من اعلى حسام استقبال قوي اعداد ديلفي رقم 10 طالع مضارب وخارج الملعب خارج الملعب في اعتراض من لاعبي ديلفي ان الكره تاتش بلوك اهي امام حضراتكم هنشوفها تاني اهو طالع رقم 10 من نادي ديلفي احمد ابراهيم السيد وضارب وبيقول ان هي جت في حد من لعيبه الاهلي ولكن الحكم الاول محمد زقزوق اداها لمين يا ترى؟ اهي الكره راحت الناحيه الثانيه وفي تاتش بلوك الحكم الثاني شاور عليها ويبقى كده النقطه 11 21 11 ديلفي 21 الاهلي فارق سكور 10 نقاط وضربه ساحقه من محمد عصران اللي بيضرب كده بس خارج الملعب لسه عصران ما سخنش يا جماعه خارج الملعب اهي صافي لاعبها وعصران طلع وضاربها وفين خارج الملعب خالص الارسال مع نادي ديلفي 12 ديلفي 21 الاهلي ارسال من اعلى من رقم 3 من ديلفي احمد رضا استقبال ومحاوله لدفاع عن الملعب من احمد رضا برضو من رقم 1 ياسين فتح الله ولكن خطا على نادي ديلفي والنتيجه 22 الاهلي 12 ديلفي فارق 10 نقاط اهو بص طلع رقم 1 فتح الله وحاول ولكن ما جابش الكوره صحيح جت في الشبكه ونزلت ملعب نادي ديلفي يوسف الصافي بيلعب ارسال من اعلى استقبال ديلفي اعداد في خطا كده على نادي ديلفي كره دبل او مزدوجه وال 23 23 الاهلي 12 ديلفي ارسال من اعلى النادي الاهلي اهو هيلعب الارسال يوسف حمدي الصافي هيلعب ارسال من اعلى استقبال وضربه ساحقه حائط صد من حمزه الصافي يا ولد يا حمزه والنقطه 24 24 الاهلي اهو بص طالع وخد الكره وحائط صد فردي ناجح وبيجيب منها النقطه 24 24 الاهلي 12 ديلفي الشوط الثاني مباراه الكره الطايره بين الاهلي وديلفي في دوري الكره الطايره الممتاز رجال الف ونقطه خارج الملعب لصالح ديلفي ارسال من حمدي الصافي او يوسف حمدي الصافي خارج الملعب النقطه 13 وعلى الارسال رقم 14 من ديلفي احمد ياسر
هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال حمزه، اعداد حسام، وسريعه من حب حليم عب، وبيجيب النقطه 25 وينتهي الشوط الثاني 25-13 والشوط الاول 25-23. يبقى الاهلي متقدم بشوطين لا شيء لصالح دلفي. وفاصل ونعود لحضراتكم الى الشوط الثالث بين الاهلي ودلفي في الكره الطايره رجال. مع حضراتكم في الشوط الثالث من مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي دلفي في دوري الدرجه الاولى الممتاز الف رجال في الكره الطايره في الجوله العاشره والاخيره في الدور التمهيدي المؤهل الى الدور الثاني. والاهلي متصدر مجموعته برصيد 27 نقطه. بعد هذا اللقاء لو فاز الاهلي هيبقى 30 نقطه وفاز في كل لقاءاته، وهيصعد من كل مجموعه من المجموعات اللي عندنا اربع مجموعات، الثلاث فرق الاوائل الاول والثاني والثالث. يعني المجموعه دي هيبقى الاهلي وبتروجيت واعتقد يا اما دلفي يا اما الشمس، لان الشمس عنده مباراه في نفس التوقيت دلوقتي. هنشوف الشمس بيلعب مع بتروجيت، هتبقى مباراه قويه اكيد. المجموعه الاولى عندك الزمالك صاعد هو والتخليه والطيران. المجموعه الثالثه الاتحاد سكندري جيش طلائع الجيش وإستر كامباني. المجموعه الرابعه بقى هيصعد سبورتنج وسموحه وهليوبوليس. الشوط الثالث مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي ودلفي، وعلى ايدك اليمين نادي دلفي بزيه الابيض والشورت الازرق، نادي الاهلي على ايدك اليسار بزيه الاحمر والشورت الاسمر. مباراه الكره الطايره من امام قناه او من شاشه قناه النادي الاهلي، وادي حكمنا الدولي محمد زقزوق الحكم الاول حكم هذا اللقاء، ومعايا كابتن اسامه الحكم الثاني. وبنقول لحضراتكم ان النادي دلفي على ايدك اليمين اهو بزيه الابيض، وهنقول تشكيل الفريقين. اعتقد تشكيل النادي الاهلي زي ما هو، حسام يوسف رقم 12، حمزه الصافي ويوسف الصافي 1 و17، و14 سيف حسن، و5 محمد عثمان، ومحمد رمضان رقم 7 اللي هو مليبرو الفريق اللي بفانيلا زرقاء مختلفة عن باقي اللعيبة. والنقطة الأولى للنادي الأهلي، وهو خرج محمد رمضان ودخل عبد الحليم عبو البديل بتاعه، بيلعب في مركز 3 وطبعا من اللعيبة القدامى وبيلعب مع النادي الأهلي مع الفريق. وادي محمد عثمان رقم 5 بيلعب إرسال قوي، استقبال دلفي، إعداد ومحاولة صد خارج الملعب من يوسف الصافي، وتبقى نقطة للنادي دلفي والتعادل نادي دلفي 1-1. وادي على ايدك اليمين نادي دلفي ياسين فتح الله رقم 1، محمد فتح الله رقم 4، احمد رضا رقم 3، احمد ابراهيم محمد رقم 7، احمد ابراهيم السيد رقم 17، ورقم 10 يوسف اسامه، والليبرو محمد سهران رقم 22. والنقطه الثانيه لنادي دلفي، 2 دلفي 1 الاهلي، اهو طالع حسام وبيلعبها عبد الحليم عبو، بتيجي خطا كده خلفه ما فيش حد بيلحقها، ونقطه للنادي دلفي. على ارسال نادي دلفي رقم 13 هيلعب الارسال مصطفى رمضان خارج الملعب يا مصطفى، ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل 2 الاهلي 2 دلفي. وسيف حسن على الارسال رقم 14 هيلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى مع الوزن، وبيجي كده في الشبكه وبيحاول، ولكن بيلحقوا لاعبي نادي دلفي، ومحاوله مره ثانيه وخطا على نادي دلفي، فور باس كره اربع كرات في الملعب. والنقطه الثالثه للنادي الاهلي، 3 الاهلي 2 دلفي، اهو نادي الثاني بتيجي في الشبكه وبعدين بترجع ثاني وتبقى اربع كرات وتبقى نقطه للنادي الاهلي. ارسال سيف حسن 3 الاهلي 2 دلفي، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال من ليبرو الفريق 22
محمد زهران، ومره ثانيه 10 بيضرب اللي هو احمد ابراهيم السيد. وادي النادي الاهلي اهو يوسف الصافي مره ثالثه، وبيطلع حق صد فردي عبد الحليم عبه وبيجيب نقطه. النقطه الرابعه اهو طالع عبد الحليم عبه، طالع حق صد طبعا عبد الحليم عبه بسم الله ما شاء الله، ضل من الشبكه وجاب نقطه للنادي الاهلي النقطه الرابعه. اربعه الاهلي اثنين ديلفي. سيف حسن على الارسال رقم 14 هيلعب ارسال من اعلى، استقبال خارج الملعب يا سيف. نقطة لديلفي، ثلاثة ديلفي أربعة الأهلي، والإرسال مع رقم ثلاثة من ديلفي أحمد رضا يلعب تحت 17 سنة، مكمل فرقته الكابتن قصراوي من تحت 4 لعيبة من تحت 19 من تحت 17 سنة، من ياسين فتح الله ومازن وائل وأحمد رضا ومحمد زهر. وادي خطأ من لعيب النادي الأهلي، والنقطة الرابعة والتعادل. ديلفي أربعة ديلفي أربعة الأهلي. مرة تانية يوسف هو طالع، ولكن بتيجي خارج الملعب، جت في المدير الفني تبقى خارج الملعب. استقبال النادي الأهلي خارج الملعب، كان رايح عليها رضا، محمد رضا ليبرو للنادي الأهلي، ولكن هو سابها لما لقاها خارجة بره الملعب، ونقطة للنادي الأهلي النقطة الخامسة. وعلى الإرسال يوسف حمدي الصافي هيلعب إرسال من أعلى مع الوزن. يوسف بيلعب ارسال قوي، ولكن بتيجي في الشبكه يوسف. خمسه التعادل، خمسه الادلفي خمسه الاهلي، والارسال مع نادي دلفي 14 على الارسال. احمد ياسر ارسال من اعلى مع الوزن، تيجي في الشبكه وتنزل ويلحقها محمد رمضان. وحمزه الصافي بيلعب الكره فوق حائط الصد مره ثانيه، حائط صد، وفي دفاع من الملعب من محمد رمضان ليبرو الفريق مره ثانيه، وبيلعب الكوره ومشيت الكوره جت برجله، وحاوله ثانيه مره ثانيه اهي امام حضراتكم اهي، حائط صد، وما زالت الكوره سجال ما بين الفريقين مستمره، وكوره من اطول الكرات في المباراه، وعبد الحليم عبو بيلعبها مره ثانيه وما بيلحقهاش الكره الثانيه من نادي ديلفي، ونقطه للنادي الاهلي النقطه السادسه. اهي هتبقى معاده تاخد وقت معانا وهنشوفها. عبد الحليم عبه هيلعبها، دي اخر حاجه اهي لعبها رقم واحد ياسين فتح الله، ولكن بتبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. على الارسال عبد الحليم عبه سته الاهلي، ديلفي خمسه. استقبال من نادي ديلفي، اعداد ضربه ساحقه ومحاوله، حسام يوسف بيرفع لسيف عابد، وتاتش بلوك، ونقطة للنادي الأهلي النقطة السابعة. سبعة الأهلي خمسة أهو، إعداد خلفي وسيف طالع وضارب، جت في لاعب وهي نازلة. سبعة الأهلي خمسة ديلفي. عبد الحليم عبو بيلعب إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية محاولة، وبيلعب الكرة كده المعد رقم واحد ياسين فتح الله معد نادي ديلفي، بدل ما يرفعها راح لعبها دايركت في ملعب النادي الابوس اهو، لعبها على طول، لعبها في المنطقه الخلفيه فوق حائط الصد الزوج من محمد عثمان وحمزه ياسين، وبيجيب النقطه سته للنادي ديلفي. سته ديلفي سبعه الاهلي. وعلى الارسال رقم 10 احمد السيد، احمد ابراهيم، احمد رقم 10 احمد ابراهيم السيد. وادي ضربة ساحقة ومحاولة من النادي الأهلي، ونقطة الثامنة للأهلي، ثمانية الأهلي ستة ديلفي. حسام يوسف على الإرسال رقم 12 حسام بيلعب إرسال من أعلى، استقبال حائط صد أهو، ومحاولة من نادي ديلفي لدفاع عن الملعب مرة تانية، بيعدي الكرة انها لعب النادي الاهلي. حسام يوسف ضربة سريعة من سيف حسن، مرة تانية بيلعب نادي ديلفي، محاولة ودفاع عن الملعب، بيعدي الكرة، عدت اهي من حمزة، وادي ضربة ساحقة ومحاولة مرة تانية، ولكن خطأ على لاعب نادي ديلفي رقم واحد ياسين فتح الله، بيلعبها من تحت الشبكة وتبقى نقطة للنادي الاهلي النقطة التاسعة.
9 الاهلي 6 ديلفي اهي اخر نقطه اهي واحد اهو اللي خد الكوره من تحت الملعب ويوسف الصافي تقريبا رجليه جت في ياسين فتح الله ولكن جت خفيفه والارسال مع النادي الاهلي حسام يوسف ارسال من اعلى استقبال ديلفي مره ثانيه حائط صد من النادي الاهلي وتاتش بلوك ونقطه لنادي ديلفي النقطه السابعه 7 ديلفي 9 الاهلي اهو طالع اهو رقم 4 محمد فتح الله وجت في البلوك وتبقى نقطه للنادي الاهلي 21 على الارسال سامح حسني استقبال الاهلي اعداد هيعديها حمزه الصافي طبعا ما عدتش وتبقى نقطه على النادي الاهلي النقطه الثامنه فارق نقطه واحده لصالح النادي الاهلي مع الارسال من نادي تلفي رقم 21 ارسال من اعلى استقبال حسام يوسف وضرب سيف عابد خارج الملعب ونقطه التعادل 9-9 اهو طالع وضارب سيف خارج الملعب خارج الملعب الارسال مع ديلفي اللاعب رقم 21 حسام حسني بيلعب ارسال من اعلى استقبال ومحاوله حسام يوسف بيضرب سيف عابد من مركز 4 وبيجيب نقطه للنادي الاهلي اهو بص طالع وضارب اعلى نقطه وجاب نقطه للنادي الاهلي 10 الاهلي 9 ديلفي وعلى ارسال حمزه يوسف حمزه الصافي حمزه حمدي الصافي هيلعب ارسال من اعلى اهو استقبال النادي ديلفي اعداد ضربه ساحقه من نادي ديلفي وبتيجي نقطه لنادي ديلفي النقطه العاشره ونقطه التعادل على ارسال واحد ياسين فتح الله اهو رايح على الارسال 10 10 10 ديلفي 10 الاهلي الشوط الثالث الشوط الاولاني خلص 25 23 للنادي الاهلي الشوط الثاني 25 13 فارق جامد قوي ما بين الاولاني والثاني واحنا في الشوط الثالث مباراه الكره الطايره بين الاهلي وديلفي وتقدم النادي الاهلي في الشوط الثالث 11 10 الجوله العاشره في دوري الممتاز الف رجال الجوله الاخيره في ختام الدور التمهيدي في دوري كرة الطايرة الممتاز الف رجال. وادي محاولة من النادي الاهلي وضربة ساحقة رقم 14 فتح الله وفي اثنين فتح الله محمد فتح الله وياسين فتح الله ورقم 14 ده احمد ياسر اهو. احمد ياسر طالع وضرب الكورة من اعلى نقطة وجاب بيها نقطة لنادي ديلفي و11 ديلفي 11 الاهلي ارسال رقم 13 من ديلفي مصطفى رمضان واستقبال من الاهلي محمد رمضان بيعد الكوره ومحاوله كده من لاعب ديلفي بيرجع الكوره مره ثانيه والصافي بيضرب من مركز 4 اعداد خلفي للاعب من ديلفي ولكن في بتعترضوا على ان هي تاتش بلوك اهو بص هو طالع ضارب ولكن هي حكم حسبها للنادي الاهلي مفيش فيها حاجه خارج الملعب هي المراقب بتاع الخط شاورت انها تاتش بلوك اهو رقم 10 بيعترض اللي هو احمد ابراهيم السيد. 12 الاهلي 11 ديلفي سيف حسن على الارسال رقم 14 هذه جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي تستمتع بالمباراه وتحيي فريقها طبعا كل التوفيق وكل تهنئه للنادي الاهلي فريق الكوره اللي حصل على البرونزيه امس في كاس العالم من الانديه التي اقيمت بالسعوديه بعد فوزه على بطل اليابان 4-2 في مباراه ماراثونيه من بدايه الشوط الاول حتى نهايه المباراه والاهلي مبروك للاهلي كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومبروك لجميع اعضاء النادي الاهلي وجميع جماهير النادي الاهلي. وادي النتيجه تقدم النادي الاهلي 13-12 مباراه كره الطايره اللي امام حضراتكم والارسال مع ديلفي 12-13 رقم 3 على الارسال احمد رضا ومره ثانيه بيضرب سيف حسن وفي دفاع عن الملعب وبيحاول نادي ديلفي عايز يقلل الفارق واصبح الفارق نقطه واحده وحائط صد خارج الملعب من لاعبي نادي ديلفي والنقطه 14 الاهلي 12 ديلفي
والتقدم للنادي الاهلي في مباراه الكره الطايره اللي امام حضراتكم اللي لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي، وواحد على الارسال يوسف حمدي الصافي. 14 الاهلي 12 ديلفي، والارسال من اعلى مع الوزن. الصافي بيلعب ارسال قوي بتيجي في ايد رقم 10 احمد السيد ابراهيم، وبيحاول مره ثانيه عليها. وادي ضربه ساحقه من عبد الحليم عبو من ثلاثه، وبيجيب كوره سريعه كده من مركز ثلاثه وبيجيب النقطه 15. طالع اهو سريع وعدها له حسام يوسف، ضرب سريع وضرب لعب سريع من مركز ثلاثه، والحل السحري لاحراز النقاط برضو من ضمن الحلول هو الضرب السريع من مركز ثلاثه. يوسف الصافي على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال نادي ديلفي، اعداد محاوله وضرب ساحق قوي بيحاول النادي الاهلي، ولكن حسام يوسف بتيجي في ايده وبتبقى ما يلحقهاش محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي، وتبقى نقطه لنادي ديلفي. 13 ديلفي 15 الاهلي، والارسال مع نادي ديلفي واستقبال الاهلي. حسام يوسف اعداد خلفي سيف عابد، محاوله من نادي ديلفي مره ثانيه، حائط صد وهو حائط صد، وبيحاول عليها اللاعب رقم واحد فتح الله ياسين فتح الله، ولكن بتيجي في الشبكه وبيعتذر اهو للمدرب بيقول له انا السبب اهو اهو. بص جت في ايد 21 ما لحقهاش رقم واحد، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 16 والفارق بقى 3 نقاط. استقبال اعداد وهو ضربه ساحقه من احمد ابراهيم ومحاوله من النادي الاهلي، ولكن تيجي في ايد حمزه الصافي وتبقى خارج الملعب. اهي اهي هو ضارب، وحمزه الصافي بيحاول عليها مره ثانيه، ولكن بتيجي في ايده تبقى خارج الملعب، ما يلحقهاش عبد الحليم عبو، تبقى خارج الملعب. 14 ديلفي 16 الاهلي، 10 على الارسال احمد ابراهيم السيد، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال الاهلي، اعداد سيف هيعدي الكوره ملعب بالديلفي مره ثانيه، ومحاوله وحائط صد ودفاع عن الملعب اهو، بيعدي الكوره حسام يوسف مره ثانيه، حمزه صافي طالع بيوقف الكوره وحائط صد ثاني زوجي من محمد عثمان وحسام يوسف، بيعدي الكوره مره ثانيه فريق ديلفي. وادي حمزه طالع وضارب، برافو يا حمزه برافو، بيصعب الدفاع لنادي ديلفي وبيجيب النقطه. اقول لحضراتكم اهو اهو طالع وضارب من الليبرو رقم 22 ما عرفش، وبيحاول عليها رقم واحد ياسين فتح الله، وتبقى بيندب حظه ياسين، والنقطه 17 للاهلي 14 ديلفي على الارسال حسام يوسف. حسام يوسف رقم 12، ارسال من اعلى، استقبال حول، ضربة ساحقة دفاع عن الملعب من يوسف الصافي. حمزة الصافي بيشوط مرة تانية في تغطية على الضارب اهو، يا ولد يا عثمان يا ولد، بيلعب كرة سريعة ولكن اللعب ما زال مستمرا ما زال مستمرا، وضربة سريعة مرة تانية من محمد عثمان من مركز ما بين 3 و2 3 و4، وبيجيب النقطة 18 اهو، طالع وضارب اهو وجايب النقطة 18. 18 الاهلي 14 ديلفي، والاهلي اقترب من نهاية الشوط الثالث والمباراة ان شاء الله. وحسام وعثمان، وادي ضربة ساحقة ومحاولة دفاع عن الملعب والتغطية على حائط الصد من حسام يوسف. حمزة طالع وبيضرب مرة ثانية، بيحط ايده محمد عثمان ويرجع الكورة إلى ملعب ديلفي. متهيألي لعيبة ديلفي بقى كده طلبت وقت مستقطع، كابتن كسراوي اهي، والنتيجه 19 الاهلي ديلفي 14 اهو امام حضراتكم اهو. محمد حسيني بيتكلم مع سيف حسن عابد بيقول له في حاله الضرب تضرب ازاي. طبعا حسيني طبعا كان ضريب وكان بيلعب من في مركز اثنينات. وادي انتهى الوقت المستقطع والتقدم للنادي الاهلي 19 14 مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي وديلفي في الجولة العاشرة في الدور أو في المباراة. بص بيرجع له تاني محمد حسيني أهو بيقول له
تيجي كده وتضرب عشان الكره تبقى معاك وتجيب نقطه. حسام يوسف على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى واستقبال النادي بالدولفي واعداد مره ثانيه، وادي حائط صد ودفاع عن الملعب من محمد رمضان واعداد حسام، وضربه ساحقه قويه من حمزه الصافي. حسن عابد بيلعب، سيف حسن عابد مره ثانيه حائط صد، دفاع عن الملعب وحسام، وكوره خطا كده من محمد عثمان وترجع لنادي دلفي، ونقطه النادي دلفي النقطه 15. محمد عثمان خدها كده وهو نازل، كان طالع حائط صد. 15 دلفي 19 الاهلي، ارسال من اعلى دلفي، استقبال الاهلي الصافي، يوسف حمدي الصافي وبيلعب وبيعدي حمزه الصافي مره ثانيه وبيعد وبيضرب حسن، سيف حسن بيلعب الكوره، كل لاعيبه دلفي واقفين، والنقطه 20. والوقت في تغيير للنادي الاهلي بقى، اللي هو عبد الرحمن الحسيني نازل رقم 8 وهيطلع اكيد حمزه الصافي. اهو التغيير هنقول له حضراتكم عليه، اهم نزلوا ارض الملعب عبد الرحمن الحسيني ومحمد عصران، نفس التغيير، طلع حمزه الصيف، حمزه حمدي الصافي، وطلع محمد عثمان. على الارسال، لا محمد عثمان مازال في الملعب يا جماعه، محمد طلع عبد حليم عبو و عبد حليم عبو وحمزه الصافي. والارسال مع النادي الاهلي 21 الاهلي، 15 دلفي، والارسال مع محمد عصران اللي لسه نازل، عصران هيلعب ارسال من اعلى مع الخلف، من الخلف من اعلى مع الوزب، عبد الرحمن الحسيني وقت مستقطع طلبه اكيد المدير الفني للنادي دلفي كابتن كسراوي، عايز طبعا يمتص حماس لاعبي النادي الاهلي وبيعطل شويه. انتهى الوقت المستقطع، والارسال مع النادي الاهلي رقم 8 عبد الرحمن الحسيني. الحكم الثاني بيشاور للكابتن محمد زقزوق، الحكم الاول كله تمام، والارسال مع النادي الاهلي. عبد الرحمن الحسيني هيلعب ارسال من اعلى، بيضيع الارسال عبد الرحمن، نهدى شويه في الارسال يا عبد الرحمن. والارسال مع نادي دلفي 16 دلفي 21 الاهلي، فارق 5 نقاط لصالح النادي الاهلي. رقم 1 ارسال ياسين فتح الله، ارسال من اعلى مع الوزب رقم 1 هيلعب ارسال، استقبال النادي الاهلي، اعداد 12 حسام يوسف، وضربه ساحقه من محمد عثمان، وبيلعب عثمان ومحاوله مره ثانيه من نادي دلفي، وفي دفاع عن الملعب من محمد رضا، حسام يوسف وسيف حسن عابد بيضرب وبيجيب النقطه 22. 22 الاهلي 16 دلفي وفارق 6 نقاط. وعلى الارسال محمد عثمان رقم 5 هيلعب ارسال من اعلى، عثمان استقبال دلفي، اعداد ومحاوله، محمد عصران بيطلع ويضرب الكرة، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 23. 23 الأهلي 16 لدلفي. بص طالع عصران، لأن الكرة كانت عدت الحافة العليا للشبكة، فمن حقه إن هو يلعبها. وعثمان على الإرسال، محمد عثمان. والإرسال مع النادي الأهلي 23 الأهلي 16 دلفي، الشوط الثالث، الشوط الأولاني 25 23. الشوط الثاني 25 13، وادي النقطة 24. أهو طالع وضارب، ولكن بتيجي في شبكة دلفي وتنزل ملعب دلفي، ونقطة للنادي الأهلي النقطة 24. والإرسال مع عثمان هيلعب إرسال مرة ثانية. محمد عثمان نقطة وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. عثمان على الإرسال بيلعب إرسال قوي، استقبال
من نادي ديلفي ومحاولة وحاجة صد والنقطة 25 وينتهي هذا الشوط 25-16 ويفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة. الشوط الأول 25-23، الشوط الثاني 25-13، الشوط الثالث 25-16. ومع تحيات محدثكم مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي ديلفي في الدوري الممتاز في الجولة العشرة في ختام الدوري الممتاز، في ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز ألف رجال والموسم 2023-2024 بفوز النادي الأهلي وتصدر مجموعته ب 30 نقطة بعد فوزه في 10 لقاءات اللي لعب مع الفرق مع مجموعته. وإلى اللقاء في مباريات أخرى مع تحيات محدثكم الدكتور مروان صالح، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.